سولفوا قالوا راس مال الرجال ذا 3 مليار وهذا 7 مليون هذا. قلت انا راس مال الرجال الخوه الطيبه والشيء الموجود في القصيده. اقول قال الذي ذاق المصايب ولا زال ولا غيرت مبداه كثر الهوايل صكات بقعه في محياه تجتال ترعى سنين العمر والعمر زايل شكواه للفرد الصمد عالم الحال الواحد المعبود منش الثقايل مهيب للمخلوق حمال الاثقال اللي من الزلات والعيب شايل ملا سمع صوت النصايح والامثال يقعد هزيل الراي وسط الهزايل ولا تسمي المعرض عن الحق رجال لا تسمي المعرض عن الحق رجال اعمل بصيره لو تقديه عايل والمرجله مهيب في سكبه عقال يسار وسط الثوب نقص الفعايل ارفع مقامك عندنا في سلندال لا تصحب الخايب ولو قيل نايل وقت الرخاء من كثرهم صرت تختال. بعض الناس يقول اخوياي انا 3000 4000 وقت الرخاء من كثرهم صرت تختال وقت الشدايد ما بقل القلايل وقت السوالف وين ما ميلت مال وانذارت القالة عن العز مايل واللي مبادي خوته فلس وريال يرخصك لا طالك من الوقت طايل احرص على اللي خوته تشرح البال تقواه للمولى دليل الدلايل يصار جامع في مزاياه معدال الدين والدنيا وسلم القبائل وانزاد ان قربت رحم حي الفال تجمعت عندها كبار الخصائل يصير وصفه وافين مثل ما قال ركان بن حذلين راع المثايل هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق الروح ما له بدايل من عقبهم لا عاد تشفق على المال هم راس مالك يا غدا الوقت مايل وسلامتك. السلام على لسانك.